بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذا الدرس بإذن الله سندرس لديتيرمينو، وسميت بالمحددات لأنها تحدد نوع الاسم، هل هو مذكر أم مؤنث، هل هو مفرد أم جمع. لا ديفيرونس أنتر أ إي أون إي دي. سنتعرف على الفرق ما بين أه إي و أون و دي، وسنتعرف متى نستعمل أه ومتى نستعمل أون ومتى نستعمل دي. On met أه devant un nom commun singulier masculin. Exemple: un garçon, un cartable. نستعمل أه قبل الاسم المشترك المفرد المذكر، مثل فتى أو محفظة واحدة. والمحفظة في اللغة العربية هي مؤنثة، ولكن في الفرنسية مذكر. أمي أون دوفون أن نوم كوما سينجلي فيمينا. إكزامبل: أون في، أون تروس. نستعمل أون قبل الاسم المشترك المفرد المؤنث، مثل بنت واحدة أو مقلمة واحدة. إن في إن تخص. أمي دي devant un nom commun pluriel soit masculin ou féminin. نستعمل دي قبل الاسم سواء كان مذكر أو مؤنث، ولكن يجب أن يكون جمع. example: دي ستيلو، دي في. مثل أقلام أو بنات. يعني دي نستعملها قبل جمع اسم سواء كان مذكر أم مؤنث. وهناك ملاحظة أن في اللغة الفرنسية لا يوجد مثنى، وإنما يوجد مفرد أو جمع. أترككم في رعاية الله وحفظه.